سيادنا السلام عليكم. وأخيرا تمت الإقالة ديال السيد يحيى حدقة من المنصب ديالو. كان في هذا المساء اجتماع ديال المكتب المديري ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتناقشت فيه الأوضاع الحالية ديال كرة القدم الوطنية، وكان إجماع على أن هناك مشاكل ولازم يتلقى لها الحل. السيد فوزي القجع قال بأن جميع الملفات الكبرى المتعلقة بالمنتخبات المغربية بجميع فئاتها ذكور وإناث، وكذلك الفرق المغربية التي تشارك في الكؤوس الإفريقية والعربية، سوف تبقى من اختصاصات الجامعة الملكية، زيادة على تفعيل الرؤية الملكية والرجوع بقوة إلى إفريقيا والسهر على البرامج الكبرى وإعطائها الأولوية، من تنظيم كأس إفريقيا 2025 والتنافس على تنظيم كأس العالم لكرة القدم المصغرة في السنة المقبلة 2024، وكذلك تحقيق الحلم الكبير للمغرب والمغاربة وهو تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. هذا هو الدور المهم اللي غتخدم عليه الجامعة، بمعنى آخر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها غادي يخدموا على الملفات المهمة وكل ما هو متعلق بالخارجية، ولكن كل ما يتعلق بالبطولة المغربية بكل فئاتها ومستوياتها من بطولة احترافية والمستويات التابعة لها سوف يكون من اختصاص العصبة الاحترافية. يعني المشاكل اللي كتقع في البطولة وبالخصوص البرمجة والتحكيم اللي دائما كاينة مشاكل فيها مع بعض الفروق، هذا بغى يلعب هذا النهار، هذا بغى يلعب نهار الاخر، هذا بغى يلعب في التوقيت ديال الصباح، هذا بغى يلعب في لابخي ميدي، هذا بغى يلعب في الليل، وكاينين العديد من المشاكل في الاربيتراج، هذا بغى هذا الحكام، هذا كيحتج على الاخر، هذا ضد داكشي اللي وقع، هذا مع، المهم هذه المشاكل كلها بمعنى الكلمه وبصريح العبارة القجع خرج راسه من هذه المشاكل كلها، وقال بأنه من اليوم فصاعدا هذا الشيء غيبقى وغيصبح من اختصاص العصبة الاحترافية. وكان اللي كيطالب في بعض الماتشات يجيو حكام أجانب، القجع قالها بصريح العبارة، قال لك اللي بغى يجيب في بعض الماتشات حكام من إنجليز أو من سويسرا يجيبهم، المهم هو خارج هذه المشاكل. وفي هذا الاجتماع القجاع ديكلارا بأنه تمت الإقالة ديال يحيى حدقة اللي كان مكلف بلجان التحكيم في البطولة المغربية. يعني هذا الشخص من بعد 9 ديال السنوات حيد من هذا المنصب، وحتى الكعواشي مشى معاه. وهنا بغينا نشوفوا اشنو غيدار باش تسير البطولة الوطنية، وكما قال القجاع غادي تدار واحد اللجنة باش تقوم بتسير وتحمل المسؤولية كاملة بالعربية تعربت، باش ما يبقاش لبكة وشكة على الجامعة، وتزيد تقدم الكرة في البلاد، والناس اللي صاهرين عليها يديروا خدمتهم كل واحد من المنصب ديالو، باش يطلعوا النيفو وتكون الشفافية، واللي ما عنده باش يسير هاد النيفو يرجع للمستوى اللي وراه بدون لغة الخشب. المهم من هاد الشيء كله هو أن حدق الحكم السابق والمسير الأخير ديال التحكيم في البطولة المغربية بشاف حاله. تمناو نشوفوا مستوى أحسن في التحكيم الوطني، ورجع التحكيم الوطني لأيامه اللي كان معروف عليه على الصعيد الإفريقي والعالمي، بحال كما أعطانا التحكيم الوطني المرحوم سعيد بالقولة اللي حكم نهاية كأس العالم سنة 1998. ونشوفوا كذلك مستوى ديال التحكيم عالي في البطولة الوطنية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.